بطالب بالصليب الأحمر وبنطالب حقوق الإنسان وبنطالب المؤسسات الدولية والحكومية إنها كلها تقف بجانب الأسرى، لأنهم الأسرى هم العنوان وهم الأساس، وإحنا بنتمنى لهم الإفراج العاجل إن شاء الله، وبنتمنى إنهم يرفعوا عنا برضو هذا المنع وهذا العصر، إن أنا يعني أزور أو أبوه أو أخوته أي واحد منا إنه يزور ويطمنا على ابنه. Thank you.